حسن غمري المختطف قسريا من يوم الأربعاء 28/10/2015، وهو مريض وعنده السكر عنده الضغط وبياخد علاج. وبعدين هما يجوا اقتحموا علينا البيت وخدوه واقتلوه لمكان غير معلوم. احنا بنحمل سلطات الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومنظمات حقوق الإنسان إن المسؤولية عن صحته وعن سلامته. احنا كنا في البيت وزملاته يجوا لنا على البيت وقالوا لنا نخلي يوسف من الفصل في الحصة السادسة. مين اللي خدوه؟ قالوا خدوه ناس اتنين منهم ملثمين كده، وخدوه طلع يجروا من السلم والحوش جري جري، حطوه في العربية، وواحد منهم راح ايه قاعد على رقبته كده هوت، وحطوا كيس اسمر في راسه وخدوه طاروا. قعدنا بقى نستفسر ونسأل راح فين، ورحنا قسم الشرطة وسألنا، قالوا مش قبضنا على حد ولا شفنا حد، وسألنا في الزهازيج في كل مكان. يعني دلوقتي اليوم الرابع مختفي قسريا، ما نعرفش عنه أي حاجة، وهو أصلا في تانية ثانوي. يعني البجاحة بتاعتهم وصلت إنهم يروح ياخد العيل من الفصل، بجاحة مش في بعد كده، يعني ياخدوه من قلب فصله أثناء دراسته ويجروا بيه زي كل جين فريسة.